أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز تاريخ 3/9/2019. محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على الـ S&P 500. من الناحية الإخبارية لدينا اليوم أخبار من الجانب الأمريكي لمؤشر مديري المشتريات الصناعي، حيث من المتوقع أن تصدر الأخبار عند 51.2 وهي مطابقة للأرقام السابقة، وتبقى الأسواق مترقبة للتصريحات الصادرة من الصين وأمريكا حول موعد اجتماع اللجان للحوار بشأن التعريفات الجمركية. أما من الناحية التقنية حتى هذه اللحظة، نلاحظ أن الـ S&P 500 يتداول أعلى مستوى 2895، وهو ما يعزز نوعاً ما النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 2930. أما كسر مستوى 2934 يعزز المزيد من الصعود للوصول إلى مستويات 2957 تقريباً. أما كسر مستوى 2895 خلال تداولات هذا اليوم، قد يأخذ الأسعار لمزيد من الهبوط ويغير النظر الإيجابية للسلبية للوصول إلى مستويات 2870 تقريبا، وكسر مستوى 2863 يعزز الخسائر للوصول إلى مستويات 2840. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.